طالما تمنت المعمارية العراقية زها حديد التي أصبحت من أهم المعماريين في العالم أن يكون لها عملاً أو أعمالاً في العراق، وحين تقدمت بتصميم مبنى مجلس الوزراء لم تكن تتوقع أن شاباً نحيلاً واسع الخيال ومتشبعاً بالمعرفة العراقية سيقف في طريق أمنيتها التي وصفتها بالحلم. عن القصة وتفاصيلها لنتابع هذا التقرير لمايا حتاحت. الأبدية هو معنى ولد على هذه الأرض. بداية الحكاية كانت في رحلة البحث عن ثيمة لتصميم مبنى مجلس الوزراء بين جذور حضارة بلاد ما بين النهرين. هذه الرحلة التي قام بها المعماري الشاب منهل الحبوبي مع فريق عراقي كان يراد لها أن تحط الرحالة في مؤتمر تيدكس للإبداع العالمي الذي يعقد للمرة الأولى في بغداد. التصميم استند إلى أول رمز للأبدية في التاريخ. اكتشفت كنز من الماهيات والبنى الفكرية. وسط هذا الكنز اكتشفت هذا الرمز. وجد الفريق نفسه في مواجهة المعمارية العراقية الأشهر عالمياً زها حديد. انتقل بعد ذلك إلى جوهر الحضارة العراقية مكتشفاً رمزاً شكل له التحدي الأكبر. ترك الرمز ليذهب أبعد في اتجاه حركته اللانهائية. هذا هو رمز الأبدية ثنائي الأبعاد، تضمين البعد الثالث. هذا هو رمز ثلاثي الأبعاد للأبدية. في دائرة الإبداع، وهو الشرط الأول في مؤتمر تيدكس بغداد 2011، أعطى منهل الحبوبي مبنى مجلس الوزراء صفة الفراغ الموجود في فضاء بغداد. أحاط الفراغ بمكعب اقتطع منه شكل رمز الأبدية، ثم صمم قاعدة المبنى المستوحاة من تكوين مدينة بغداد القديمة، مكملاً هوية التصميم بإظهار انتمائه إلى حضارة ما بين النهرين في صيغة حداثية تنتمي إلى روح العصر ولكن بمنحوتات مسمارية. رفع رمز الأبدية في فضاء بغداد أراد منه هذا الفريق أن يقف أمام العراقيين ويقول لهم إن هذه البلاد عمرها 5000 سنة، ما يجعل منها رمزاً أكبر من أن يخاف عليه شعبه. مايا حتاحت، العربية. انضم إلينا في الاستوديو المهندس المعماري منهل الحبوبي لنتحدث أكثر عن هذا التصميم. استاذ منهل، أهلا بك إلى هذه الحلقة من العراق. قبل أن نتحدث عن هذا التصميم الجميل جدا، كيف تلقيت خبر الفوز مع وجود منافسة باسم زها حديد؟ طبعا يعني ما ممكن الواحد يخفي ان هي كانت فرحة كبيرة. هو ما له علاقة يعني بحجم المشروع، قد تكون هناك مشاريع هواي احنا صممناها بالمكتب، هو اكبر حجم. مسابقات عالمية ايضا شاركنا بها، كانت المنافسة بها اشد واشرس وايضا فزنا بها، بس الفرق هاي المرة ان هاي البنايه هي بغداد. يعني بغداد هي المدينه اللي احنا تركناها، بس هي ما تركتنا. المدينه اللي ما قدرنا نعيش بيها، فهي اجت وعاشت بينا. فهذا هو اللي هذا هو الفرق، هذا هو اللي طعم ثاني لهذا الفوز. وطبعا كمان اسم كبير بوزن زها حديد، يعني يعطي ايضا لهذه الربح او هذا النجاح بعد يمكن قيمه كبيره. بالضبط. طب منهل، بداية أيضا كيف اخترت الثيم التي بنيت عليها هذا التصميم؟ طبعا أنا ما أريد أكرر نفس اللي تكلمت تيدكس بغداد، بس الحياة تتقوم بموازنة بين الخوف والرجاء، فإذا تغلب الخوف على الرجاء راح نوصل إلى حالة هي حالة اليأس اللي ما ممكن وياها الحياة تستمر. فلذلك أنا ردت أقول لنفسي بالبداية ولكل من يشوف البناية إن هذا الخوف على العراق هو مجرد وهم، وهم ناتج عن إن إحنا عن جهلنا بماهية العراق. فلذلك هذه هي كانت الفكرة الأساسية للبناية. طب منهل، وجدنا بأنه بهذا التصميم يعني هناك الكثير من التصاميم وهناك حضارات تظهر في هذا التصميم. إلى أي حضارة
تربط هذا بين هذا التصميم والحضارات في العراق؟ طبعا انا اعتذر منك، انا اتمنى استرسل بهذا الجواب لان يعني بيستعراض وزهو بالفوز، بس انا هو هذا مو المهم. انا ما اريد يعني انا اريد احيد الموضوع بشيء ثاني اللي هو برايي اهم، وهو يعني بناء هذا البلد. انا اريد ان ابين مقومات النجاح. مقومات النجاح هي مقومات النجاح اللي هي خبرتنا احنا يعني كمكتب مكتب كاب، احنا صار لنا 5 سنوات نشتغل بالعراق. برايي مقومات النجاح اريد استعرضها اللي هي ثلاث مقومات. المقوم الاول هو وجود الاراده والاخلاص. المقوم الثاني هو وجود ارضيه للنجاح او ارضيه لنجاح المشروع. المقوم الثالث هو معرفه كيف الوصول لهذا النجاح، او العباره الثانيه اللي هي نو هاو. طبعا الوقت كلش محدد، يعني لاي حضاره بالذات يعني اخترت هذا التصميم؟ من اي حضاره في العراق؟ طبعا التصميم هو رجعنا به للحضاره السومريه اللي هو يعني هو يشترك به العراقيين ككل، وهو يتميز به ايضا العراقيين ككل عن العالم، وايضا بعض المدخلات للعصر الاسلامي. بس انا مثل ما قلت لك، انا اللي اريد اقوله ان المقوم الاول اللي هو الاراده يعني الاراده والاخلاص انا ما راح يعني ما احكي بيه، ولا المقوم الثاني لان ماكو وقت، ولا المقوم الثاني اللي هو وجود ارضيه النجاح. بس اريد احكي بالمقوم الثالث اللي هو كلش مهم برايي، هو ان النو هاو او شلون انا اقدر اوصل للنجاح. نعم. طبعا هذا هو بجزئين، جزء خاص بصناع القرار بالعراق، وجزء خاص باللي يعمل بالحق للبناء اللي هو بالنسبه لنا احنا الاستشاريين. نعم. فيما يخص صناع القرار، في بعض الحالات انا اصادف صناع قرار وهم يعني ديسيجن ميكر، هم عندهم الاخلاص وعندهم النيه وعندهم النزاهه وعندهم ارضيه نجاح المشروع، بس هم ما عندهم، ما يعرفون شو يريدون وما يعرفون شنو يوصلوا له. يعني على كل حال طبعا لهذا الحديث بقيه، ونحن بحاجه الى وقت اطول لنبحث هذه الامور. على كل حال مبروك ايضا هذا التصميم وهذا الفوز. نشكرك جزيل الشكر المهندس المعماري منهل.